بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يسركم أكثر من قرية التعليمية أن تستكمل مع حضراتكم سلسلة شروحاتها المتميزة. اليوم بنهدي لحضراتكم حل اختبار كامبريدج 2014، برنامج الوورد 2014 باللغة الإنجليزية، وده لأول مرة في جميع المواقع والمنتديات والقنوات، وما يمثله من الإصدار الخامس بالنسبة للآي سي دي إل. يريد دائما وأبدا تتابعونا على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناة طارق النجار التعليمية على اليوتيوب www.youtube.com/mr-طارق-النجار، أو منتديات قناة طارق النجار التعليمية mr-طارق-النجار1.blogspot.com، أو منتديات كنوز الطارق www.forums.tuknews.com/forum.bhb. أسفل هذا الفيديو سوف تجدون رابط أو لينك من خلاله يتم تحميل نسخة كامبريدج 2014. تعالوا بينا نبدأ الجزء العملي. بعد تسليم البرنامج هيتم إنشاء اختصار على سطح المكتب اسمه تاج كامبريدج إكزامز 2010 ديمو بليسمنت تيست. كل اللي عليك إنك تضغط دبل كليك أو تضغط كليك يمين وتختار ران أز أدمنستريتور، أو إنك تذهب إلى قائمة ابدأ بعدين تختار أول بروجرام، من أول بروجرام تبحث على تاج كامبريدج إكزام، تختار الاختيار الثاني، نبدأ بالنقر عليه مرة واحدة. عند ظهور هذا الصندوق الحواري بيطلب منك ادخال اسم السيرفر او الاي بي، وده خاص بان يتم تفعيل امتحان بدل ما امتحان تجريبي بيكون امتحان فعلي، بس في شرط هنا انك لازم تكون عارف الاي بي الخاص بالكامبريدج على اساس انك تقوم بالاستدعاء. احنا هنضغط كلوز لان احنا بنتدرب على اختبار تجريبي. ثم بعد ذلك احنا طريقه حلنا اللي هو امتحان باللغه الانجليزيه، يبقى احسبها زي ما هي بالطريقه دي كده. ما ننساش الاصدار بتاعتها هي 2014، وادي الفيرجن 4.0.0.3. نكتب تكتب اسمك مثلا، او تكتب رقم او اي شيء، لكن اللي يهمني دوت انك انت تكتب الباسورد بتاعك اللي هو ديمو كابيتال او سمول دي اي ام او، ثم تضغط على لوج ان. بعد ذلك هنختار وورد فاونديشن، اهو تديك الرمز الخاص بيه. الامتحان مدته 45 دقيقه، هقول له ستارت اكزام. الامتحان مكون من 3 اجزاء، كل جزء عباره عن 7 اسئله. بعد ذلك بيسالك هل انت متاكد، ار يو شور، هقول له يس، وهنتظر الى ان يتم استدعاء حاجتين، يتم استدعاء الامتحان ويتم استدعاء نسخه الاوفيس الموجوده عندك باللغه الانجليزيه، لذلك افضل انها تكون النسخه باللغه الانجليزيه. هنبدا بقى الامتحان. ادي انت في الجزء الاولاني، ادي اسمك اللي انت ادخلته، ادي الجزء الاولاني 7 اسئله، وادي الوقت. السؤال الاولاني بيقول لك انزا دوكيومنت اسمين تايتل ريبليس تكست كامبريدج سيرتيفيكيت وذ تكست كامبريدج دبلوما، يعني مطلوب منك انك تغير او تستبدل النص اللي هو كامبريدج سيرتيفيكيت الى كامبريدج او كامبريدج دبلوما. كل اللي عليك عمليه بسيطه جدا، انك تروح على هذا العنوان اللي هو محدده لك، وبعدين تكتب دبلوما مباشره فوق سيرتيفيكيت لان كامبريدج موجوده، يبقى هتضغط شيفت وي دي وبعدين اد اي دبلوما، وتاكد انك انت كتبت صح، لان لو كتبت غلط بتاخد ما بتاخدش غير صفر في هذا السؤال. يبقى تاكد ان كل الحروف كل الكلمات الكابيتال كابيتال والسمول سمول، والا بتنقص الدرجات الخاصه في هذا السؤال. ثم بعد ذلك تضغط على نيكست. السؤال الثاني بيقول لك الاين ذا امندد تايتل ان ذا بريفيس كوتشر تو ذا سنتر، يعني مطلوب منك انك تعمل محاذاه للنص اللي تم معالجته في الخطوه السابقه. يبقى هو اللي هو ايه؟ كامبريدج دبلوما، دبل كليك عليه او ثلاث مرات عليه، ثم اضغط على سنتر اللي هي توثيق لان هو بيقول لي سنتر، ثم اضغط نكست. السؤال الثالث مكون من اربع اجزاء. اول حاجه بيقول لك الشينج ذا فونت ستايل، يعني غير الستايل الخاص بالفونت لل العنوان الذي تم معالجته في السؤال الاولاني، خلي اريال. يبقى هروح ل الكامبريدج دبلوما هنغيره الى ستايل، ادي نوع الخط، ونختار هنختار اريال، هتختار اريال. ادي واحد اثنين، خليه 18. يبقى مطلوب انك تغير الحجم السايز الى 18، هنقوم بتغيير الحجم الى 18. ثلاثه خليه بولد، اضغط على بي يعني بولد، وبعدين اضغط داخل هذا النص على اساس اربعه تشينج فونت ستايل، خليه ايتاليك، تضغط على لسه ما زال محدد، اضغط على ايتاليك اللي هو مائل، برافو. ثم بعد ذلك نضغط على نكست. السؤال رقم أربعة بيقول لك ان هو اندر ذا تكست تاج كامبريدج اي تي سكيلز سنتر، يعني اسفل هذا النص مطلوب انك تعمل ايه؟ تكتب سطرين دهومت، وبيقول لك لا تترك، يقول لك ان امبورتنت نوت، يعني لا، الملاحظه المهمه جدا انك ما تسيبش نيو لاين، سطور ما بينهم. طيب انا عايز دلوقتي اكتب تحت هذا النص اللي هو تاج كامبريدج اي تي سكيلز، هتحدده كده ثم تضغط مفتاح انت وتضغط انتر. ركز معايا، الكابيتال كابيتال والسمول سمول، والكلمه لازم تتكتب بالاسلوب الصح، يعني ادي ابو، اضغط على شيفت والايه
وبعدين ادي ابو، خد بالك دي شرطه عاديه اللي هي عبد الناقص ابو غزاله، ابو غزاله بعد المسافه خد بالك ادي كون سالتنج، تاكد انك كتبت الاسبلين صح، او الكابيتال كابيتال والسمول سمول، اند وزي ما احنا شايفين قمنا بكتابه السطرين بهذا النحو. ما تدققش في وجود الخط الاحمر، مالكش دعوه فيه، هو بيعترض دلوقتي على الاسم، هو مش طالب مني تصحح اسمه. بعد ما خلصنا تضغط على زر النكست. السؤال رقم 5 بيقول لي نسق فورماز سبتايتل تاج كامرج اي تي سكيلز سنتر الى ايطاليا. يبقى هتروح تحدد اللي هي ثلاث مرات اللي هي تاج كامرج اي تي سكيلز سنتر، ثم بعد ذلك بيقول لك ايطاليك، تضغط على ايطاليك على هذا النحو، ثم نضغط على زر النكست. السؤال رقم 6 في الجزء الاولاني بيقول لي ديليت ذا ديليت ذا لاين ذات بيجنز ويز ذا دبلوما امز ان ات انهانسنج. يبقى مطلوب منك انك تحذف السطر اللي بيبدا بهذه العباره اللي هو اهو الدبلوما تهدف الى تحسين، تيجي محدده كده وتيجي ضغط ديليت من لوحه المفتاح لهذا النحو، ثم نضغط على زر نكست. السؤال رقم 7 في الجزء الاولاني، ده السؤال الاخير في هذا الجزء، بيقول لك احفظ هذا المثلث سيز دوكيومنت از كامبرج انترناشونال دبلوما محدد المسار بتاعه. كل اللي هتعمله انك تروح لقائمه ملف، قائمه ملف هتختار امر سيف از، ثم هنبدا نكتب الـ 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 الاسم. يا انا افضل انك تكتبه اهو، ادي تكتب الاسم كامبرج انترناشونال، الكابتن كابتن سمول سمول انترناشونال. لو اي خطا بتخسر الدرجه، دبلومة دي كابيتال. بعد ما خلصت تتاكد انك في مجلد كامبرج الموجود في سي، ثم اضغط على سيف، بعد ذلك اضغط على نيكست. اوكي نضغط بقى نيكست بارت اللي هو الجزء الثاني، اضغط على يس وننتظر انه يتم تحميل الجزء الثاني مكون برضه من 7 اسئله. هنلاحظ ان كامبرج بتهتم بعمليه الكتابه وعمليه التنصيب والكابيتال والسمول لانها هتكون مؤثره جدا في الدرجات. لو انت كتبت صح وحليت صح لكن ما فرقتش ما بينهم هتخسر الدرجه. هقول لنفس هنا الملاحظات، بيقول لك خد بالك من اي اضافات، اي حروف زياده، اي مسافات، بقول له اوكي انا في الجزء الثاني. السؤال الاولاني من الجزء الثاني بيقول لك افتح مستند تكنولوجي وارلي، يبقى من قائمه فايل هختار اوبن فتح، ثم بعد ذلك اختار السي، ومن السي اختار كامبرج، ثم اختار تكنولوجي واوي واختار اضغط على زر اوبن. طيب السؤال اللي بعديه الجزء الثاني بيقول لك افتر ذا سكند باراجراف ستارتس ويز نوت سو لونج اجو، يعني دلوقتي مطلوب منك، بيقول لك بعد القطعه او الفقره الثانيه التي تبدا بسم ب نوت سو لونج اجو هنعمل ايه؟ بيقول لك اكتب سطر جديد اهو اند ان ا نيو لاين. طيب زفيرون تكست ايه هو السطر؟ السطر اللي مطلوب انك تنقله وتكتبه. يبقى بعد هذه الفقره يبقى تقف، تحاول تضع المؤشر ما بين الفقرتين ما بيجيش، يبقى تقف اخر سطر في هذه الفقره وتضغط على مفتاح اند ثم انتر، ثم تقوم بعمليه الكتابه على هذا النحو اللي احنا هنقوم به. زي ما احنا شفنا قمنا بعمليه الكتابه، هنلاحظ هنا اهوت في هنا بس مشكله هتواجهنا يا شباب، ان ازاي هنا هو بيعملها كابيتال، لازم نغير الاعدادات، لازم ازاي هنا هو عايزها سمول، لازم تكون اعدادات الجهاز بتساعدنا على هذه الجزئيه. انا هقوم بالتعديل ونرجع تاني نكمل هذا السؤال. زي ما احنا شايفين انا قمت بتعديل الخصائص، قمت بتعديل الخصائص بحيث انها تتناسب ان الحرف يكون سمول زي ما هو. انا بس هقولها لكم ازاي تم تعديلها. رحت من قائمه فايل، ومن فايل اخترت خصائص اللي هي الاوبشنز، ومن الاوبشنز اخترت بروفين، من بروفين لغيت علامه الاوجنر ووردس از بي بردي، دي انا لغيتها فاصبحت زي ما احنا شايفين بهذا الوضع. برافو علينا، يبقى احنا خدنا بالنا ان الكابتن كابتن وسمول وسمول، والا هتفقد هذه الدرجه. اضغط على نكست، ثم بعد ذلك السؤال رقم 2 يقول لك انسرت ذا تكست فايل، ادرج الملف النص اللي اسمه تكنولوجي منين؟ يبقى الملف ده موجود فين؟ موجود في كامبرج على السي، ليصبح في سطر جديد نيو لاين افتر ذا باراجراف بعد الفقره التي تبدا بسب اوف ذا افيلبل تكنيكس. يبقى نشوف هنا كده مع بعض يا شباب، هنيجي اسفل هذه الفقره اللي هي سم اوف ذا افيلبل اهو،
وبعدين نحاول نضع المؤشر مش هيتم وضعه في اخر سطر واضغط اند وانتر، ثم تعالوا بينا نقوم بادراج الملف اللي اسمه تكنولوجي. هندرجه منين؟ هتروح لتمويل انسرت، ومن انسرت من عند كائن من اوبجكت، من اوبجكت هختار تكست فروم فايل، ثم هنلاحظ ان انا موجود فعلا في المجلد كامبرج الموجود في سي، لكن الملف بتاع تكنولوجي مش موجود. اقول لك ايوه مش موجود ليه؟ لان ملف نص مش ملف وورد. يبقى كل اللي عليك انك هتغير الخصائص، بدل من اول وورد هتختار اول فايلز او تختار تكست فايلز اي واحده كنت تنسحها، ثم تختار التكنولوجي، ثم تقول له انسرت على هذا النحو فيتم ادراج برافو علينا. ثم بعد ذلك نضغط على نيكست. لازم يكون في تشجيع ذاتي وانا بحل على صفحه الروح المعنويه واقدر اوصل للدرجه النهائيه. السؤال رقم 3 بيقول لك في الفقرة التي تبدأ in the paragraph that begins with the phrase، في السطر اللي هو as the internet does، عايزين نستبدل كلمة important ب necessary، يبقى أنا هروح لهذه الفقرة. تعالوا بينا نبدأ نتحرك. هنلاحظ هي as the internet does، كل اللي كل المطلوب منك انك تضغط ثلاث مرات. لما تضغط ثلاث مرات يتم تحديد الايه؟ الفقره. ثم بعد ذلك اذهب الى تبويب هوم، من تبويب هوم اختار ريبليس، ومن ريبليس اكتب في السطر الاولاني امبورتنت. لازم خد بالك ادي امبورتنت ده السطر الاولاني، يبقى دي الكلمه الموجوده داخل الايه؟ النص. ثم بعد ذلك نكتب الكلمه الجديده اللي هي نيسيسري، ادي نيسيسري، وتاكد من الزمنين بتاعك مره واثنين وثلاثه، ثم بعد ذلك اقول له ريبليس اول، تطلع العبارة يقول لك خلاص هو انهى وقام بعملية تغيير واحدة. انت عايز دلوقتي انه يعيد تاني عملية البحث داخل المسار، يقول له نو، اختار نو يا شباب. ثم بعد ذلك اعمل كلوز. بعد ذلك اضغط على نكست. هننتقل الى موف ذا باراجراف امونج، بيقول لك انقل الباراجراف الفقرة اللي اسمها امونج ذيس تكنولوجيز، ننقلها لنهاية المستند. كل اللي عليك انك تذهب للمستند، ثم تذهب لهذه الفقرة، تحددها ثلاث مرات، وتضغط كليك يمين وتختار قط، ثم تتحرك الى اخر المستند، المؤشر ما تتحركش معاه، تقف في اخر سطر وتضغط اند وانتر، ثم تعمل كنترول في لاز او كليك يمين وتختار بيست اللي هي لاز. بعد ذلك نضغط على انك السؤال رقم 5، يقول لك اعمل لي محاذاه اللاين ذا تايتل، اعمل محاذاه للعنوان اللي اسمه ذا نيد اوف انترنت. يبقى اروح احدده ثلاث مرات اهو، بعد ما حددته اعمله ايه؟ نبص كده في التنسيقات، قال لك سنتر، يبقى نختار سنتر. ثم بعد ذلك قال لك 18، حجمه 18، احدده واتاكد انه 18، وبعدين بولد وايتاليك، اضغط على بولد ثم اضغط على ايتاليك، ممتاز. ثم بعد ذلك نضغط على نكست. سؤال رقم 6 بيقول لك نسق فور ماذا باراجراف ذات بيجنز ويز، يعني نسق الفقره التي تبدا بامونج ذيز تكنيكس. نروح كده للفقره اللي هي امونج ذيز تكنيكس اهي، اضغط عليها ثلاث مرات لتصبح تو كام دبل اندرلاين، لتصبح ايه؟ تحتها خطين مزدوجين. جديد ليه يا شباب؟ ايوه جديده. كل اللي عليك في تبويب هتختار من الخانه المخصصه للخط، تضغط على هذا السهم بهذه الطريقه، ثم بعد ذلك هتلاحظ ان في حاجه اسمها اندرلاين ستايل، اندرلاين ستايل هتختارها هي اللي هي الخطين ده هم، فكده برافو عليك. ثم اوكي خلصناها، اقول له انكس. الجزء الاخير من السؤال الاخير في الجزء الثاني بيقول لك سيف، يعني احفظ المستند ده هو باسم جديد اسمه امبورتانس اوف تكنيكس. سيبك من الانتباه لان الاكستنشن ده خاص بالبرنامج، يبقى كل اللي عليك انك تروح من قائمه فايل تختار امر سيف از، وتكتب هذا الاسم اللي هو امبورتانس، وناخد بالنا من السبرنج يا شباب، بحذر السبرنج يا شباب، والكاتالو اسمه والمسافات امبورتانس of techniques T E C H L O L O G Y. الامتداد لا، الامتداد لا، الامتداد ده هو اللي بيضيف البرنامج، يبقى importance، وتأكد من الاسبلينج، importance of، وفي مسافات technology، ادي تكنولوجي. بعد ذلك تاكد انك موجود في كامبرج في سي، ثم اضغط على زر سيف برافو، ثم نضغط نكست. قال لك انت كده خلصت هذا الجزء، اضغط على نكست بارت، وبعدين يس، وانتظر الى ان يتم تحميل الجزء الثاني. الدقه مطلوبه جدا. اهم ما يميز حلول امتحانات كامبرج ان احنا نكون دقيقين جدا في الكابيتال والسمول والمسافات والتاء والهاء والواو جنب الحروف والكلام ده، سواء في النسخه العربيه او في النسخه الانجليزيه. ده بيقول لي دلوقتي ادي الامتحان مكون من ثلاث اجزاء وانت في الجزء الثالث، ومديني نفس النصائح. اول حاجه في السؤال الاولاني بيقول لك افتح المستند اللي اسمه جوين كوبريشن الموجود في السي، يبقى هتروح من قائمه فايل، من قائمه فايل واختار اوبن، كان ممكن اضغط كنترول او، ثم اختار سي سي، بعد ذلك اختار المجلد اللي اسمه كامبرج، واختار اهوت الملف اللي هو مطلوب، واقول له اوبن. دي اول نقطه. النقطه الثانيه بيقول لك اد ذا فيلينج تكست، يعني ضيف النص التالي اللي هو سترينج زنج
بروجرامز في بدايه العنوان الرئيسي. ده بدايه العنوان الرئيسي، اتاكد ان انا في بدايه العنوان الرئيسي المؤشر موجود، او تضغط على هوم يبقى انت كده في البدايه. ثم ابدا اكتب العباره زي ما هي موجوده كلها سمول اس تي ار اي ان جي تي اتش اي ان اي ان جي. لازم يا شباب دقق في الاسبلين. وبعدين ادي بروجرامز، ادي بروجرامز بي ال اس، وبعدين لازم مسافه، لازم مسافه. يبقى انت بعد ما كتبت اهو تاكد من السبلينج بتاعك، تاكد من السبلينج بتاعك وركز معايا في الجزئيه دي. خد بالك ان اهو كل الحروف دي هل دي سمول ولا كابيتال؟ لا احنا عايزينها سمول، يبقى تحددها وتضغط عليها سمول بالطريقه دي. يبقى كل الحروف لازم تكون سمول، ما تكتبش كابيتال. لو البرنامج عندك بيخطا روح وعدل خصائص التدقيق الاملائي والغيها في الابر كيس. يبقى هو انا دلوقتي خليتها يكتب كلها ايه؟ سمول، وتاكدت من السبلنج على هذا النحو ودي بروجرام، تمام كده برافو. ثم بعد ذلك اضغط على نكست. السؤال الثاني بيقول لك ديليت احذف ذا فريز اللي هي الفقره، اسف الجمله اللي هي اسمها ان اوردر تو ريتش ابيتر. طيب لما احذفها اعمل ايه؟ واستبدلها بكذا. طب ما تقول لي استبدل وخلاص. طب تعالوا بينا نشوف هي موجوده فين ونقوم بتحديدها واعاده ايه كتابتها. كل اللي عليك انك هتحاول، هي هتلاقيها موجوده في الفقرتين اللي قدامك. يبقى ان اوردر اهو، نشوف اهي ادي ان اوردر اهو، ممكن تحددها اهو. بس عايزه مهاره في عمليه التحديد، التحديد اهو، وتسيب اهي يبقى لحد ايه؟ لحد ريتش كده. ماشي يا شباب. البعض يقول لي طيب ما ان اوردر تو، هي ان اوردر تو و تو موجوده وريتش المطلوب، بس ان انا اغير ريتش اخليها الاوبتن. يبقى اقول له برافو، تعالى نغير نسميها ادي اوبتن اهي، ادي اوب وبعدين تن. برافو عليك. يبقى انت ما كتبتش وضعتش وقت، وفي مسافه ما بين ايه؟ يبقى انت كده خسرت. البعض الاخر كان ممكن يحددها ويعيد كتابتها، الاثنين صح، بس اهم حاجه عامل الوقت وتاكد ان نفس الجمله هتلاحظ لو وزنت الجمله دي بالجمله دي الفرق بس ان ريتش دي هتتشال، ريتش هتتحط بدلها اوبتن، هي دي هتتحط بدلها. ثم بعد ذلك نضغط على انكس. بعد ذلك بيقول لك ايه؟ السؤال رقم ثلاثة، هنستعين بالهيلب. تعال بينا نستعين بالهيلب. الهيلب هو الشباب، الهيلب علامة الاستفهام ده، اضغط عليها فيتم تشغيله، وتأكد انه بيكون اوف لاين مش اون لاين، تأكد من هذه الجزئية. اهو انا هضغط عليه تاني على اساس يتم استدعائه. بعد ما تم استدعائه نركز في الحتة اللي جاية ديت اوف لاين. لو ديت اتشالت دلوقتي يا شباب واتبدلت وبقت شو كونتنت فروم اوفيس، دي هتبقى اون لاين. يبقى انا عايزك تختار الاختيار التاني اذا ما كنتش اخترته. ثم بعد ذلك نكتب في عمليه البحث في اللغه الانجليزيه المطلوب انك هتقول له ايه؟ اهو بيقول لك هتضيف كده، هتبحث عن اد اور ديليت اتيبل. يبقى اد، ادي اد وبعدين مسافه، اور ار اور ديليت، ار اور ديليت وبعدين مسافه تيبل، تيبل. بعد ما خلصت اضغط على سيرش. طب كويس جدا، تنتظر نتائج البحث. وبيقول لك انسخ الفقره اللي بتبدا بان مايكروسوفت وورد. يبقى هنبدا دلوقتي، ممكن تحرك شريط التمرين يبدا يديها لك، لو مش موجوده يبقى تعالى ايه اضغط عليها هنا اهو. احنا بنقول ايه؟ اد اور ديليت تيبل، اضغط عليها هي طلعت نتيجه البحث الاولانيه. المطلوب انك تنسخ هذه الفقره اللي هي الفقره الاولانيه، الفقره الاولانيه اللي هي مايكروسوفت وورد يو كان انسرت، هو قايل لك عليها اهي. ازاي انسخ فقره في الهيلب؟ انك تضغط ثلاث مرات بعد للتحديد، ثم تضغط كليك يمين وتعمل كوبي. بعد ذلك تقوم بغلقها، شوف هتلزقوا فين، هتلزقوا فين اند بيست، والزقوا مباشره بعد فيرست باراجراف بعد الفقره الاولى التي تبدا باستابليش ان سبتمبر. شوف كده استابليش ان سبتمبر، اهي الفقره الاولى هي استابليش ان سبتمبر، هنلزقه. كل اللي عليك انك تتاكد ان المؤشر يمكن ادراجه، بالفعل تم ادراجه. يبقى اضغط كنترول في او كليك يمين واختار لازم، تمام كده تم ايه لازم. هل قال لي اعمل عمليه حفظ؟ ما قالش، اضغط على نيكست. ثم بعد ذلك بيقول لك اد ذا لاست لاين في السطر الاخير من المستند، انسيرت ذا اوتوماتيك ديت. مطلوب منك انك تدرج التاريخ في السطر الاخير، ماشي، وبدون اند ابلاي ذا ديفولت فورماتنج، وتطبق التنسيقات الافتراضيه بدون وذاوت اني فارفر تشينج، بدون اي تغييرات. يبقى كل اللي عليك انك تسحب، تحط المؤشر في الاخر، المؤشر ما جاش، تضغط في اخر سطر اند وبعدين انتر، يبقى دي اول واحده لانه بيقول لك ايه في السطر الاخير ادرجه. يبقى احنا كده تمام. بعد ذلك هنروح لادراج انسيرت، ومن انسيرت هناخد الوقت والتاريخ تايم ديت، ومن تايم ديت هتاخد التاريخ زي ما هو، ما تغيرش في اي خصائص بالنسبه لهذا الصندوق، وتقول له
اوكي برافو عليك. ثم بعد ذلك نضغط نكست. السؤال رقم 5 بيقول لك يوز يعني استخدم فايند اند ريبليس اللي هي اداه فايند اند ريبليس لبحث الاستبدال اوبشن تو فايند وورد كومباني عشان تبحث عن كلمه كومباني اند ريبليس بأورجانيزيشن. يبقى انت كده مش محددها لك اينما وجدت اوكيرز انزلكم اينما وجدت داخل الايه المستند. يبقى كل اللي عليك انك هتروح لطبيب هوم وتطبيب هوم هقول له ريبليس وريبليس هنكتب الكلمه اللي هي كومباني اللي هي دي كومباني ونشوف هل هي معموله كابيتال ولا سمول. هي مثلا معموله ادي كومباني كم ادي كومباني ادي الكلمه كومباني نغيرها الى اورجانيزيشن ادي اورجانيزيشن لقيتها خلاص اقول له ريبليس اول داخل المستند كله نشوف كده لقى ايه استبدلها ثلاث مرات يعني بيقول لك داخل المستند يبقى اتاكد ان الكلمه كومباني صح والاستبدال صح ثم اقول له اوكي ثم كلوز كده ابدا عمليه الاستبدال اضغط على نكست. السؤال قبل الاخير في الامتحان انزل دوكيومنت في هذا المستند اللي هو الجوينت كوبريشن غير تشينج ذا بيج سيت اب اعدادات الصفحه لتصبح لاند سكيب افقي واحفظ. يبقى هنغير اعدادات الصفحه هروح لتبويب اللي هو البيج لاي اوت من تبويب البيج لاي اوت اختار اورينتيشن اورينتيشن اختار لاند سكيب ثم بعد ذلك من قائمه فايل اضغط على حفظ عشان احفظ هذا التعديل زي ما هو قال زين ذن سيف ذا فايل ثم بعد ذلك اضغط على نكست. اخر حاجه انك تحفظ هذا المستند باسم جديد قال لي على اسم المستند اهو والنوع بتاعه اللي هو تمبلت في السي يبقى من قائمه فايل قائمه فايل اختار امر سيف اس واكتب الاسم الجديد اللي هو قال لي عليه اللي هو ادي سترينج ذن جين جوين كوبريشن بروجرامز واتاكد من الاسم مره واثنين واراجع. طب دي اول حاجه انا كنت هغلط ثم بعد ذلك اغير الامتداد الامتداد بتاعه هيكون وورد تمبلت لانه قال لك تمبلت اهو ثم اتاكد ان انا في السي في الكامبر ثم اضغط سيف وبعدين اضغط نكست وبعدين اقول له اوكي ثم اضغط فينيش ديمو اكزام واقول له يس وانا متاكد ان انا هحصل على درجه نهائيه لان انا نفذت التعليمات. بعد حصولنا على الدرجه النهائيه ساعدت حكم الاطار النجاه من اطار النجاه التعليميه واتمنى ان اكون اساعدتكم وسهلت لكم عمليه الحل. ارد دائما وابدا تتابعونا على قناتكم على اليوتيوب www.youtube.com/مستر طارق النجار او متابعين قناه طارق النجار التعليميه مستر طارق النجار 1.com او منتديات كنوز الطارق www.formers.com/form.pgb والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.